واحد كلمة إلا جات على خاطرك سيد الرئيس. سيد الرئيس كلمة من بالنسبة للمحمدية كاين سبيطار مستشفى إقليمي سيد وزير إن شاء الله كل حاجة جاية في وقتها نحتاج المستشفى إقليمي سيد وزير إقليمي الذي تندد به الساكنة منذ سنين مع عبر ممر تاريخ المجالس متعاقبة على مدينة المحمدية، فهذا مساج إلى المجلس الجماعي الحالي مدينة المحمدية الذي أعطى وعود منذ السنة الماضية لإنشاء مستشفى إقليمي بمدينة المحمدية، ولازمنا ننتظر هذا المنشأة الصحية. ونود السيد وزير الصحة الذي سيتواجد بيننا مدينة المحمدية أن نرفع له هذا الشعار بأن مدينة المحمدية محتاجة إلى مستشفى إقليمي. أما بالنسبة للمستوصفات فكل حي له مستوصف مدينة المحمدية، ولازمنا نندد بمستشفى إقليمي بمدينة المحمدية الذي نود أن يرى النور في قريب العاجل إن شاء الله. ليس إنزاج بالنسبة لهذا المستوصف، فهو منشأ إنه منشأ فوق هذه الأرض مدة 30 سنة، فإنه لوجيستيك جديد إعادة الهيكلة. أما مستشفى المستوصف والاسم دياله فوق شارع المقاومة فهو منشأ منذ 30 سنة تجديد وإعادة الهيكلة. فنحن كأبناء المحمدية وكساكنة المحمدية نحن نحتاج إلى مستشفى إقليمي الذي وعد به رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية ساكنة محمد بأنصاري النور في تراب جماعة بني يخلف. هذه مطالب ساكنة مدينة المحمدية، نطالب ونندد بإنشاء مستشفى إقليمي بمدينة المحمدية، لأن مدينة المحمدية الآن أصبح لها ساكنة كثيرة وعدة مستوصفات وعدة ترى سنتين ونحن نعاني من كوفيد. المستشفى الإقليمي اللي كنقولوا أنا خاص المحمدية خاصة مستشفى إقليمي، هذا الشيء راه المندبة كبيرة والميت فار، راه عامو مستوصف قليل هذا. هذه المندبة كبيرة والميت فار، راه خاصنا مستشفى إقليمي، راه مستشفى إقليمي راه تنعانيو، راه سبعة ديال الجماعات ما عندهاش مستشفى إقليمي، راه مشكل كبير اللي كنعانيو منه حنا كساكنة المحمدية. الإصلاح ديال المستشفى عبد الله كما قال. وراك شوف راه كل عام كيقولوا كاين الإصلاح، ولكن الا جيتي تشوف سير دابا وعير شي واحد يكون غير مريض وشوف الحالات النفسيه اللي كنعيشوها. انا بالذات كانت عندي حاله عامين وانا كنمشي ونجي في مولاي عبد الله، دونك دابا راني في بنو روس لحتى بنو روس السيده ديالي، هذه هي السيده ديالي. اذا انا مولاي عبد الله ما داروا لينا حتى شي حاجه، كيلو حكم سيمانه 10 ايام 15 يوم، خاصنا مستشفى اقليمي كنقول امام الكل. هذا ما كافيش، هذا مستشفى يدير مستشفى القرب، راه خاصنا مستشفى اقليمي، راه سبعة ديال الجماعات ما فيهاش مستشفى اقليمي، راه عيب، راه تنقولها قدام المسؤولين، راه عيب، راه حشومه، راه خاصنا مستشفى اقليمي. فين هي الوعود الكاذبه ديال مجلس العماله ولا ديال العماله ولا ديال المستشارين ولا ديال المنتخبين ككل؟ اكثر من 15 سنه وحنا كنسمعوا كاين مستشفى اقليمي الى متى الله اعلم. فكنتمنى ان الرساله ديالي توصل، وبغينا مستشفى اقليمي سبعه ديال الجماعات. المستشفى الاقليمي يعني يتاخر سنوات. واشوف راه هاد الوعود الكاذبه، كل اشوف اي واحد تيزيد ديال كما كان اي حزب الهم الاول اللي كيبدا به هو غندير لكم مستشفى اقليمي، اذا كينجح كيتنسى، هذا هو المشكل، كينجح كيشد المنصب ديالو كيتنسى. فخاصنا حنا كرساله اللي غادي نوصلها للسيد العامل مباشره ان خاصه المحمديه اللي عندها سبعه الجماعات خاصها مستشفى اقليمي. اذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا بلازوات تي في دائما في قلب الحدث.